السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللعبة هذه بعض الناس ممكن يخطئ يشتريها. اسم اللعبة هذا هو الشريط فاينل فانتزي 14 اري لايم ريبورن. طبعا نركز على الكلمة الموجودة اسفل الشريط، اونلاين مالتي بلاير اونلي، اللعب المتعدد عن طريق الانترنت فقط. عشان الشكل لازم يكون عندك وصلة انترنت شغالة على طول متوصلة مع الجهاز بلاي ستيشن 3 في الخلف طبعا، وهذه الداونلود الاساسي اللي هو موجود بالخط الاحمر هذا. انا ما الخط الاحمر اللي هو كنسل وصور اللعبة. بعد ما تخلص تقريبا يبي لك، لان هذه ممكن ثاني مرة اسوي لها داونلود. معنى الكلام ان اللعبة لازم يعني وصلة انترنت دائمة، ما لاعب واحد تلعبها مثل ما كنت اتوقع انا، ما غير موجودة في اللعبة هذه. لازم يكون عندك وصلة انترنت، لازم يكون عندك اكاونت في الستور حق البلاي ستيشن، كذلك لازم يكون عندك اكاونت في الشركة سكوير انكس، يكون عندك اكاونت كله تسجله هذا كله طبعا مع توصيل الانترنت الدائم. فما اتوقع لاعب واحد تلعبها يعني مثل ما كنت ابي، ما غير موجود في الجزء هذا على الاقل. ما ادري عن الجزء الاساسي هذا، مثل ما يقولون جزء فرعي يعني. بس